نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ركوا لمن آيي وحو بلان ريبان إسرائيل بلان وكاقا قاضي ريبان إسرائيل هدي مصر كقوران إنهان لغا تيجين مركاميد كيسان لغا تيجين مصر إحباشي سلقوضو ولغا سارة مركاميد كيسا لغا سارة نبي الله موسى عليه السلام وحو حدون سوا محي وحاتين إن شاند إلهي سبحانه وتعالى ليقلي أهلو شاند آن نقضو مركا هدي شاند لغو قولا دا عاولي أهلو شاند تاينة قبر قويد تسدونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بإذن الله الكريم وبرنامج كيني تحناها يكو ساب سنة رياضة غسوين مركا راد ريبا مدع دوين راد ريبا كنا يشي مركا بني آدن كقلوب تود راد فربنا عيد كستو آخر ذا وحنا نقادم دون ما تدعدد التضباط وكو ساب سن عجوس 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 بني إسرائيل إسلام دا وريبان إسرائيل كميدا هاي تلو كنقونا يسمرك عجوز سبان إسرائيل إيريك عجوز لما تاني ثيو لديك لغمار ديغو وسيدا دا سمرك معانا ثم لديك أيو تهي لما نأديك سدا رقا إيو حلو أديك سدا هاوينك مركاني بيقو عليه السلاة والسلام إيا إنوغا ورمي قبار دا مركا ريبان إسرائيل مثلان تأدى أدى إيرابان إسرائيل مركا كتر السنهيد وحين أغني قصوين كيرد عدوين كاكوس حسان قرآن كريم كيا حديث نبي عليه السلاة والسلام دمرك واحد كله ينصيب كوده يقيب توده أي كله يهين هديهين دعدوين مركا حاجة خير كي حاجة وناجة مركا واحد كور رماية يهديهين مركا حاجة شركة وكور رماية الله بذا بواي نرش بين آدم كو واحد مركا ككوبان تي مركا واحد رج يدمر ولذلك هي حاجة شركنا لجواي ما يمركا هون إيه هون إيه مركا رج شر بدن حاجة خير كنا لجواي ما يرج يدمر لبده إلهي سبحانه وتعالى وخير سيج إسلام تاني وإسلام خير بدن سلاان تنو سن هم بيجودو آدي آدو ويهي وها سلاان تن هم بيجودو حو قارسي سن يهي هادي مالي نغا وحلي نوي ديو ومسلا اي نغا اكلمي نقبسان لهي اي نو وحكلا اوران لهي نمو وحكلا اي نسوران لهي نمو وحكلا اي نكو جوابي لهي هساات اي اذا ارن كيودو ميال علوس اما ميالك علوس اي يكون لكتي ولذلك اي اوحا لغو مغا عابي ان اي تمرك عجوسة بني إسرائيل عجوسة بني إسرائيل وهي كورا تدعدو يني علمي انا هين حلي قادتك ريبن إسرائيل مركان نولا اي هيسي وحنا عدسات إن لسيو وحمر كارونتي أي كوب الدلنيسو علمك إيا رنتا أغالك أيو هايسو رسول كريم محمد ها عليه الصلاة والسلام أي سيدة أوري إمام الحاكم إسوه كورينا أي حديث كي مركا بموسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أي نبقى وحكو سودقي ومركا وحي سوريين عرابية وهرمية رسولك عليه الصلاة والسلام نكي وا إكرامي أو وا شرفي كدب نبقى عليه الصلاة والسلام حري إيكالي نكي نبي أيو يمي عليه الصلاة والسلام سوى رسولك دوني نكي أبالك وقالي إنو نبي قدو وأبالك مركاو عليو ويا رسولك عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافيوه قفك أبالي دين قالا إذن أبالك وقدو با رسولك عليه الصلاة والسلام هداو إذن وحاقو أبال قدان ودعي با رسولك عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام أبالك قدو أي أي نكي عرابك هاو يمي رسولك حكولي سل حاجتك بالوحاد ربطه يدنت هذا ويديسو نكي عرابي قاها وحل وحن كويديسان ايا هل آن فولو وصفر هذا آن هقالو ينيف آريا أمري أم عيسان إرمان وعروتو اي ماشو انتا استا همي قيسي اون نغضي برقاستان نبي قحل عليه الصلاة والسلام ومياد كعاجستي مياد كرويدي انا نغضة مركا عجوز بني إسرائيل كوالد إسلام ترهب بني إسرائيل وحيا يأودي مياد أدو كرويدي نبي قولي عليه الصلاة والسلام مزيان نقول كرويدي إسلام تاسو كلا إن نقتبه النبي يقول عليه الصلاة والسلام نكي عرابي قهو حوير يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل وريب بني إسرائيل سلان تودا دغدي أما سلان تودا قبودي محور كيدو أها وحن نبي الله محمد يقول عليه الصلاة والسلام نبي الله موسى مركي إلهي أمري إن ريب بني إسرائيل وكاقحيو كدريريو أما وكسارو لولكي مساردة ونسارة مركا وحويا لولكي كالي مركا أرض الفلسطين وصارو أو كحيو أيا واحد عضي إن ما وجدك أي كلمان وجهادي مركب مدام يهبين يجود يير وقت قال جود يهبين وها واحد عادين يجرم وين مركب جاء والسعودان وجهادي وددي أي كحيك تي أي دونيين أيام مركب كهل كم مركب لونتي واحد عادي وح كل عي وحلو يغنى ديوجة أما مركب وحويين مركب أسقوبين سادت كمركب قفص ضوية قان هساعة مركب وحوجا مركب الله نق نقضي إيه هالك وح كخل دين لجرم وعي أيا وحي كل هذا العلماء درهبنا يسرى النبي موسى عليه الصلاة والسلام يا نبي الله نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ركوا لمن آيي وحو بلان وكو أكب رهبنا إسرائيل بلان وكاقا قاضي رهبنا إسرائيل هدي مصر كقوران إنهان لغا تيجين مركا ميت كيسان لغا تيجين مصر إحباشي سلقوضو
oo laga saaro marka meedkiisa laga saaro halka waxaad ka dareemaysaa nabiyullaahi muusa wa nabiyullaahi yuusuf alayhi salaatu wa salaam inuu nabi yuusuf horeeyay bal waxa lagu qiyaasay 600 oo sano 700 oo 700 oo sano in nabi muusa iyo nabiyullaahi yuusuf ay u dhaxayse alayhi salaatu wa salaam way reeban israel waxay ku abtirsan nabiyullaahi yaquub يعقوب مركا وحيد يوسف أبيه وربنا يسره وحي كتا فيرمين نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام يوسف نوين يعقوب تاس مركا دعدا نبي الله موسى عليه السلام وحي ويدي علماء دي ربنا إسرائيل ويا قبرك يا قرن آية نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام سينو قبرك وقضنا وميتك سينو قادنا ورلوك ينو قحينين وتقين مركا ينو قاسنا هسا أتوى لقرن ويعيد الله مركا عيد قرن إسا مركا دما وحالا شكي سلان دا oo gabowday oo qarni ka hadhi inay jirto islaantaas markay ayadu aqoon u leh nabiyullaahi yuusuf meesha uu ku aasiin alayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi muusa alayhi salaam islaanti ayuu u yimi waxaan u dhisi saa jirto saasa dhacday oo reer bani israayil balan baa ilaahay kaga qaaday masar ka guurayaan iyo nabiyullaahi yuusuf balan kaga qaaday reer masar ay ka guurayaan inay markaa meedkiisa ay ka saaran meesha uu ku aasiinay oo meesha deegaanka kale u guurayaan marka ay geeyaan islaantu waxay tiri waan garanayaa qabriga حباش نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أنا قرنا أيه هساعة إذن استسمايو إلا وحا أن دون يلا يوغولاد نبي الله موسى عليه السلام وحا دون سوا محي وحاتين إن شاند إلهي سبحانه وتعالى ليقلي أهلو شاند آن نقضو مركا هدي شاند اللي يوغولاد عاولي أهلو شاند تاينا قبر قوى إذن تسدونا هدي شاند إذن مركا أي تاي أهرين أنا مركا وحي بلبلان قادين وحي إذن تسماي مركا قبر قوى نبي الله موسى عليه السلام أرنت واكواد كاتي waxa nabiyullaahi muusa alayhi salaam loo waxyooday inuu ogolaado arintaas islaanta u sheego in minahal janna ay tahay qabriga yuusuf markaa idin dul geyso islaanti nabiyullaahi muusa alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahay anti minahal janna jannada aad cod labdoonayso ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa ku ballan qaaday oo waa ku gelinayaa waad gelaysaa hase ahaatee xabaashi nabiyullaahi yuusuf alayhi salaatu wasalaam na tus islaanti waa soo kaxaysay waxay keentay meel buxayra yara meel yaro biyo yara ay fadhiyaan dusheeda waxay tahay biyahan dhura بيه مركي الله دوري الله دميي ايا واحد هاد دبا هالكان قودا ماشي ايا الله قودي ماشي مركي الله قودي وحلو قوتك نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ماشي كواسا ميتك مركي لغا سو ساري ادكت الله ساري الله قادي ايا جيدكي بل بقضاء الله وقدره سا مركا ما ننتو ايو افتينتو اما ننتو اهبينك اوغا موقتو ايو جيدكي مركا او موقتو جيدكي مركا لمراي لو اركي مركا وقصة عجوز بني اسرائيل وقصة وحوين قبل اسلانتي ريه بني اسرائيل قصة مركا كساب سنيد nabigu saxaabigu wuxuu ku yimid miyaad kari weyday inaad islaantaas oo kala noqoto way hamigeedu janna ayuu ayay ahayd isna markaa wuxuu awiri waxaan doonayaa in la siiyo hal iyo neef aad iyo carruurta aanu liso riyaan carruurta u liso iyo hal aan safarada ku galo markaa hamigoodu intuu isu jiraa islaanta reer bani israa'iil iyo waxay ninkaa markaa saxaabiga ee carabiga hamigoodu intuu isu jira waa arkayna waa ka maabeena samaay wal ard hadaba qisadan maxaynu ka qaadanayna maada nastafiidu min hadhihi alqissa السلام حين كفايدي سمعنا كفايدي سنة فوائد عديات فربضا من هذه الفوائد وحكم إذا نبي عليه الصلاة والسلام وحين نقول له رجلي ومدي سو كل رجلي الصحابة وكل رجلي هذه يشر إن يدلبان يباد الدونان المناسل العالية ما لها سر سرية ما لها سكر رية إن الراديان وسفاسف الأمور وحيرا إسكه السيئة مركا أنا كم يا رئيسا رسول قول عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس إلهي مركا وحويدي سنة إسان جنة الفردوس ويديس تبا نبي عليه الصلاة والسلام فإنها أعلى الجنة جنوين كي يضع إياه وصى الرئيسة وسقفها عرش الرحمن سقف كي يذنى وإلهي سبحانه وتعالى عرش يستبا نبي عليه الصلاة والسلام مرك هذه يشر قفك إنه همة عالية همة مركاس الرئيسين ويرشو ولي بحق أمورها الديني قا إنه همة دي سكر الرئيسة وقف هان لأو النغضو وهان جيس مركانو هوسين بل السؤال مركا عجوسة عجوسة بني إسرائيل يوحد سؤال تا ninka markay carabiga inta ay soo jireen isay kala ahaayeen waxa kale markaa inuu ka qaadanayna nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waxyeelo nabuwadiisa inuu tusaayo waxa kamida dhacdooyin waqti hore dhacay oo aan markaa lagu hayn markaa qoraal aan lagu hayn ayaa nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam uu ka waramay taasna waa waxyi ilaahay subxaanahu wa ta'ala nabiga uu waxyooday waxa kale uu ka qaadanayna ninka reer bani israa'iil inay ku jireen haween runtii aad iyo aad u qaaliya oo markaa waxii macaaliye aleh soo kale ummadda nebigana calayhi salaatu wasalaam haween noocaasi waa ku jiraan xilligii rasuulkana way ku jireen xilligan inuu joognana waa ku jiraan sidoo kale waxay balba saxaabiyaad fara badan oo saxaabiyaad haweenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam rumeeyey ah ayaynu garanayna markaa himmadooda ay sarreysa waxaa ka mid ahaa ummu salama radiallahu tacaala canha gabadhii la odhan jiray markaa ummu salama ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ha ka ahaadeen
وحكلين فوائد عباين كقاعدنا مركب الصدى عبارة عبراوين كقصنا وحكم ذا علم قيمها أولية شوف قبل داسي علم جه هي سمحوها هنا جرنا يسمر كقبر النبي الله يوسف عليه السلام وسلك وفيال أما هلك وياي أي جرنايس وأقول تأي كل ذي هي سي ربنا يسرق وحي وقت جات شو جرق يضمر يري يري ووين عيد مركز أنا هين مركز قفك وحي لجون النقطة أما تخصص قفك تقار وياشا قيمها مركز أولي وحكلينه كقاعدنا إن إلهي سبحانه وتعالى وحقو بنيتك الصالحين تي أنبيادو هدي أتباع دودي أقارب تودا مركز وحي أي بأي كقاعدان مركز بلن وعهدي يبلن أي كقاعدان بلن تاسو مسلحة يكو جرتو إنه يتاي مركز إن لفوليو دوسالان إهماشا لغو آسايا هدي تاي يسين نبي الله يوسف عليه السلام وامري مركز إن ميدكي سلغا سارا ميشو ميل كلي مركز لغيو وحكالينو كقاعدان إنا ربنا إسرائيل بلما بدنا لقاق عادي مركمي فلين ويا واحد أركي سين النبي الله يوسف عليه السلام واحد ما دام بلن تاو بلن تاو كق عادي إن يكسر البيت كيس ماشة إن البيت كي غالك كؤاسين مركا أي كور هيان ماشة أي تاي سيها دوا أيو سارا ولذلك بلن تا يقو في سيها شن أي إلا وماشة كؤاسنا كدي من واحد عادي إن وحوي عب لي اللاوي ودك يجان ويا جرم ويان إلا إسلام تا إلى هاي أشر كاي حسنات كا ugu qoray markay inay ku heshin mooyaan waxa kale laga qaadanayaa waxa dhici karta fi bacdi lawqaad mar marka qaar kood in qofka tawfiiqda iyo sawaabka la seejiyo mukhalafo iyo arin marka khalad oo ku dhacay mekanimankan khalad ay ku dhaceen wuxuu ahaa in nabiyullaahi yuusuf aan qabriga ka soo qodin wali dalkay garan wayeen wadadii ay marayaan ayaa marka ay garan waayeen oo wadadii ba ilaahay subhanahu wa ta'ala u kallumiyo xadiiska waxa ku sugan nabigu nabiyullaahi yuusuf alayhi salaam inuu yiri lafahayga markaa saar oo markaa ka gareeyay bani isra'iil ka guurayaan masar lafahayga markaa laga saaro asaati waxaan leen xadiidka iyo isdiidimayaan xadiidku nabigu uu calayhi salaatu wasalaam inna allaha harrama ala al-ardi an taakula ajsaad al-anbiya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ciidda ilaahay waxa uu ka xarimay inay cunto jirka markaa bini aadanka inay jirka anbiyaada inay cunto anbiyaada ciiddu ma cunto ba nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa halka uu lafahayga saara uu leeyahay wuxuu jeedaa markaa naftayda saara ومركا جركي يكسار مركا ميشا ساسا نبي الله يوسف عليه السلام ربنا إسرائيل بلانتا نوع عاسا أيوكا قاضي وحكا لينو كقاضي إنه عبراء أهرون تي كسوغان حديث كسوغان مركا حديث كاما قصة كسوغاني وحا أي تهي نماك ربنا إسرائيل بداية أمرهم بلا وجودي وقتك الصالحين تي توسنايين حبالا إناني عابد الشرين اهتمام أني سنجر المقابر الأنبياء أنبياء ده حباله ده إناني تحكيلين بدن سنجر وي هدي حبالا أنبياء ده للدوافة ولا بريايو ولا قوريجايو أو حلاق العايو أو مقام يلاجعك سمي السنة عايو مقابر مقام مقابرته أنبياء دي حبالها أنبياء ده كل جرم ويا مركز ما ينقضين أصاد دش عيال لجاهين له والحفثي لها ولذلك يا إلى يومنا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي وحق برجيس النبي اللي جرنا عايو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يوم باكر النبي كله حتى نبي الله يوسف ولا قصار مصر ولا صار مركز أرض الشام ولا صار ميت كيس مركز حلاق عادي وحق على جو عصي ما أنت متشوقة الدنيا دقف حباشي يستمر كجرناية صوتنا واحد أي تهاي إن حباشي نبي قال جرتو نبي أنبياء إلهي كم بدأ نبي الله محمد وين جرنا حباشي سالك أي تهاي وواحد وكو أسيد المدينة يكو أسين يهاي قبر جزء شريف كا وحوي لكن أنبياء كلا إلهي سبحانه وتعالى وحوي أنبياء وهاي رب الصدر الدنيا دتشوقي نبي لا جرنا مركا حباشي سمي على أي تهاي ما مركا متشرو صوتنا واحد أي تهاي لو جرن واي وحان شرين وحوي وح مركا علمية أما وح حكامة oo ku xiran in qabriga markaa nabiga markaa nabi ama anbiyaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala xabaalahood inay ka cayinaadaan xabaalaha dalka ka dadka kale waayo in sharaa'icdoodi la raaco oo wadadii ay raaceen marka la maro waa talabaad in lagu daydo oo waxa weyn qudwo ay noo noqdaan in la rumeyo waxa soo dhameeyay markaa keensan mayso in xabaalahoodi markaa lagu sameeyo wax weynin ama tacdiim lagu sameeyo wadaalka ayaa waxaanu ka qaadanayna halkaas oo runtii inoogu sugan cibaarka iyo waxyaalaha la yaab kale ee reebana Israa'iil markay qisooyinkooda markaa ku sugan waxa khulaasadu ay tahay qofka muslimki inuu had iyo jeer himadiisu ay koreyso oo uu noqdo markay qof dunuhu himadiisu ay hooseeyso aanu noqon wali umuraha markay diinigaas aanu horeba u tilmaanay inuu noqdo saaxiibul himmat al-aaliya himma aaliya markaa uu yeesho ilaahay subxaanahu wa ta'ala inu ka baryayna an yahdiyana ila siraadi al-mustaqim wa an yaghfir lana wa liwalidina wal muslimina wal muslimat al-ahyaa'i minhum al-amwaat واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكاشي سماه ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم
toban dollar baad ku shuban kartaa, shan baad ku shuban kartaa, shan iyo toban baad ku shuban kartaa, labaatan baad ku shuban kartaa.